السلام عليكم طلاب طب نينا، وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وياكم دكتور حسن رسول، استاجر طب بغداد. رجعت وياكم إن شاء الله بالمحاضرة السابعة من محاضرات البيولوجي. بهاي المحاضرة إن شاء الله راح نحكي عن الـ Tools of Cell Biology، الأدوات أو التقنيات اللي نستخدمها بعلم الأحياء حتى نتعرف أكثر على الخلية والمكونات الخلية، ونستخدمها بالتشخيص وأيضا كأمور علاجية. Despite the very small size of most cells, knowledge of cell structure and function has accumulated through the use of various techniques. بالرغم من انه الخلية هي كائن هي ستركتشر كلش صغير كتركيب، ولكن معرفة هذا التركيب الخلوي ووظيفته يحتاج عدة تقنيات، ويكون فتشي كلش معقد. اول تقنية راح نستخدمها هي المايكروسكوب. التولز ان سيل بايولوجي اذا اجاني اعددها، اول شيء عندي المايكروسكوب، ثاني شيء عندي هو السب سيلولار فراكشن، وراح نجي نعرف شنو السب سيلولار فراكشن، ثالث شيء عندي الاوتو راديوغرافي، رابع شيء عندي اللي هو الجروث اوف انيمال سيل ان كلتشر، growth of animal cell in culture. إذن أول شيء المايكروسكوب، ثاني شيء subcellular fraction، ثالث شيء autoradiography، رابع شيء growth of animal cell in culture، وخامس شيء عندي الفيروسز، وسادس شيء عندي البوليميريز chain reaction. ذني الـ6 tools اللي نستخدمها بالcell biology. أول شيء راح ندرس المايكروسكوب. المايكروسكوب هو شنو؟ Because cell and organelles are too small to be examined by naked eye, the backbone of the cell biology is the microscope. لأن الخلية والorganelles اللي بداخل الخلية والخلية والكائنات الحية المجهرية يكون كلش صغيرة على أن نفحصها بالعين المجردة، لذلك نستخدم المايكروسكوب اللي يعتبر الحجر الأساس أو العمود الفقري للسيل بيولوجي. المايكروسكوب عندي 3 types of microscope، عندي light microscope، وعندي fluorescent microscope، وعندي electron microscope. 3 types of microscope: light microscope وال electron microscope والفلوريسنت مايكروسكوب. فلوريسنت مايكروسكوب. هسه راح نجي ندرس اللايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب او المجهر الضوئي هو instrument for visualizing fine details of an object. هو عبارة عن أداة تستخدم حتى نشوف التفاصيل الدقيقة للأوبجكت اللي نريد نفحصه. It does this، يعني شلون تسوي هاي العملية، شلون نقدر نشوف الأوبجكت من خلال اللايت مايكروسكوب. تسوي magnification للإيمج من خلال استخدام هالعدة glasses of lenses، تسوي تضخيم للصورة أو تضخيم للقطة اللي نشوف بيها، ومن خلالها راح نقدر نشوف الأوبجكت الصغير كلش بوضوح. أول شيء شي يصير عندي focusing للأشعة، الأشعة الضوئية الـ beam of lights، نسوي لها focusing، نركزها على الأوبجكت اللي نريد نشوفه، وبعدين العدسة نسوي نغير اتجاهها، نسوي بشكل convex، شكل كونفكس، وبعدها
نسوي ان ان نشوف الايمج اللي راح تطلع عندي كلش ماجنيفايد وراح نقدر نشوفها بوضوح. تمام، هذا باستخدام الالكترون مايكروسكوب، العفو اللايت مايكروسكوب. اذن نسوي ماجنيفيكيشن للايمج، هو يسوي لي ماجنيفيكيشن للايمج عن طريق استخدام لينسز. شلون تتم عملية الماجنيفيكيشن؟ أول شيء يسوي فوكس للأشعة الضوئية على الأوبجكت، بعدين يسوي تحدب بالأوبجكتيف لينسز، تحدب باللينس حتى نشو يصير اللارجمنت للأوبجكت للإيمج اللارج ذا إيمج فورمد، يصير تكبير للصورة المتكونة. يعني it reminds a basic tool in cell biologist، يبقى كأداة أساسية بعلم الأحياء. باللايت مايكروسكوب نقدر نشوف larger submolecular organelles مثل النيوكلياي، مثل الكلوروبلاست، الميتوكوندريا. اللايت مايكروسكوب is not sufficient powerful to reveal a fine detail of cell structures. مهم انه يعني انسال انه ايش تقدر تشوف باللايت مايكروسكوب، لا اقدر اشوف يعني can be observed by it some of larger submolecular organelles. اقدر اشوف النيوكلياي، اقدر اشوف الكلوروبلاست، اقدر اشوف الميتوكوندريا. هذا المهمات انه اعرفهم. من انسال ايش اشوف بالمايكروسكوب، اقل اشوف النيوكلياي، اشوف الكلوروبلاست، اشوف ميتوكوندريا. بينما اللايت مايكروسكوب ما عنده القدرة الكافية انه يخليني اشوف الستركتشرز، الكونتمبوراري لايت مايكروسكوب ار ايبل تو ماجنيفايد اوبجكت، يعني اكو اوبجكت ما اقدر اشوفها. الكونتمبوراري لايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب الحديث المعاصر عنده يعني يقدر يسوي ماجنيفيكيشن للأوبجكت، تضخيم للصورة أو تكبير للصورة 1000 تايم، آلاف المرات. الريزوليوشن مالته حوالي 0.2 مايكرومتر. شنو الريزوليوشن؟ الريزوليوشن الدقة، يعني إنه دقة الصورة حتى أقدر أشوف التفاصيل الصغيرة. The ability of microscope to distinguish objects separate by small distances، تفصلها مسافات صغيرة. هذا هو اللايت مايكروسكوب. هاي هنا الاي بيسز، المكان اللي نحط به العين حتى نباوع. هنا الاوبجكتيفز، اللينسز اللي نغير بيها ونسويها كونفكسيتي حتى نشوف الاوبجكتس الجوة. هنا الكوندنسر يعني المكثف للأشعة، الديافرام مثل المسند، هنا الكولر فلتر تغيير باللون، هنا الإلومينيشن الإضاءة المنبعثة على السامبلز اللي نريد نشوفها أو الأوبجكت، هنا هذا الفاين أدجسمنت نغير بإيدنا، نكبر ننزل ونصعد ونكبر ونصغر. هنا هاي الصورة مهمة لأن ممكن يجيني شنو تقدر تشوف بالإلكترون مايكروسكوب وشنو تقدر تشوف باللايت مايكروسكوب. باللايت مايكروسكوب أنا أقدر أشوف الكلوروبلاست، أقدر أشوف أغلب أنواع البكتيريا، موست بكتيريا، أقدر أشوف البلانتس أند أنيمال سيل، الخلية النباتية والخلية الحيوانية، أقدر أشوف الهيومن إيكس، البيضة أو النطفة، وأقدر أشوف الفروغ إيج، وأقدر أشوف الأنت، وأقدر زين بالإلكترون مايكروسكوب أقدر أشوف الأتوم. هو إلكترون مايكروسكوب من اسمه، فأقدر أشوف الشغلات اللي لها علاقة بالكيميكلز، يعني الأتومز، الأمينو أسيدز، البروتين، أقدر أشوف الفيروس. مهم أنه من
أقدر أشوف الكلوروبلاست، موست بكتيريا، هيومن ايجز، انيمال، يعني بالالكترون مايكروسكوب اقدر اشوف الشغلات اللي اشوفها باللايت مايكروسكوب ايضا، بس باللايت مايكروسكوب ما اقدر اشوف الشغلات اللي اشوفها بالالكترون مايكروسكوب. يعني مثلا باللايت مايكروسكوب انا ما اقدر اشوف البروتين، ما اقدر اشوف الاتوم، ما اقدر اشوف الفيروس، تمام؟ وبالهيومن اي كل شيء اقدر اشوف. هنا هو هذا الحكي، انه size of the living things and their components، حجم الأشياء ومحتواها، واللي خليني أشوفها بالإلكترون مايكروسكوب أو باللايت مايكروسكوب. types of light microscope، عندي أنواع اللايت مايكروسكوب، عندي البرايت فيلد، وعندي يعني الفيلد اللي يكون برايت كلش، وعندي الفيس كونتراست، يعني أطوار متغيرة يعطيني، وعندي الديفرنشيال انترفيرنس كونتراست، وعندي الدارك فيلد، وعندي الفيديو انهانسد كونتراست. هاي كل نوع، هذا البرايت فيلد بالخمسين مايكروميتر الماجنيفيكيشن مالته، وهذا البرايت فيلد مايكروسكوب اللي مستخدم هنا صبغة دايز، وهذا الديفرنشيال انترفيرنس كونتراست، وهذا الفيس كونتراست اللي هنا الدنسيتي مالته تختلف بالعينة حسب العينة، وهنا الدارك فيلد مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب، النوع الثاني من المايكروسكوب هو الإلكترون مايكروسكوب. There are two types of electron microscope. عندي نوعين من الإلكترون مايكروسكوب، الترانزميشن إلكترون مايكروسكوب الباعث، والسكانينج إلكترون مايكروسكوب اللي ياخذ لي لقطة أو يدقق لي بالتفاصيل. الترانزميشن إلكترون مايكروسكوب هو إلكترونز يمر خلال سبيسمن الشريحة، هاي الشريحة معالجة باستخدام شنو؟ ميتلز، هيفي ميتلز، عنصر ثقيل مثل أوزيميوم. راح شي ينطيني؟ راح ينطيني فوكس، تركيز من خلال ماجنتيك لينسز، عدسات مغناطيسية. شي ينتج عنها؟ صورة. هاي الصورة وين نشوفها؟ فلوريسنت سكرين، أو نشوفها أما على شاشة كمبيوتر كفيلم، أو نشوفها كفلوريسنت كصورة ساطعة، بس يعني بجهاز بالجهاز اللي عندي. هذا الترانزميشن إلكترون مايكروسكوب، إلكترون ينبعث على عينة، هاي العينة معالجة بهيفي ميتلز، راح هذا الهيفي ميتلز يمتص الإلكترون يعكس لي صورة المادة اللي عليه، وأشوف الصورة تطلع لي الصورة على الداتا شو اللي عندي. سكانينج الكترون مايكروسكوب، هنا نطاق ضيق من الأشعة الإلكترونية تمر على العينة اللي مغطاة أيضا بعنصر، طبقة من العنصر. هذا النوع من الإلكترون مايكروسكوب يستخدم حتى ينطيني 3 dimensional image of cell. هاي مهمة العبارة، انه من يقول لك منو ينطيني 3 dimensional image، تقول له السكانينج إلكترون مايكروسكوب، ما تقول له الإلكترون مايكروسكوب، لا سكانينج إلكترون مايكروسكوب، لان الريزوليوشن مال السكانينج إلكترون مايكروسكوب حوالي 10 نانومتر. it's generally restricted، محصور بدراسة الهول سيل rather than subcellular organelles. لما نريد أدرس كل الخلية استخدم الإلكترون مايكروسكوب، ليش؟ لأن الريزوليوشن مالته 10 نانومتر. هذا الإلكترون مايكروسكوب. هنا مقارنة بين اللايت مايكروسكوب والإلكترون مايكروسكوب بنوعي الترانزميشن والسكانينج. الإلكترون مايكروسكوب عندي لايت سورس، لامب، مصدر ضوء، بينما باللايت مايكروسكوب، بينما بالإلكترون مايكروسكوب عندي إلكترون سورس، مصدر للإلكترونز. عندي الكوندنسر لينس، العدسة المكثفة الأشعة موجودة بهن اثنين هن، وعندي الشريحة اللي هي العينة السبيسمان أو التشوشكس
tissue section. عندي الأوبجكتيف لينس، العدسة اللي راح أباوع، اللي راح أباوع من خلالها باللايت مايكروسكوب، بينما بالإلكترون مايكروسكوب أيضا كوندنسر لينس، أيضا عدسة مكثفة. الآي بيس المنطقة اللي أباوع بيها، والبروجكشن لينس. منو ينطيني 3 دايمنشن؟ قلنا الفلوريسنت الكترون، العفو سكانينج الكترون مايكروسكوب. الايمج اللي نشوفها دايركتلي احنا نشوفها، يعني من خلال نباوع بالعين مالتنا راح نشوف ايمج، هذا لايت مايكروسكوب. بينما من تطلع لي شاشة، من اشوف الصورة على شاشة، هذا الكترون مايكروسكوب. اذا شفت هاي الصورة كثري دي معناها هذا سكانينج الكترون مايكروسكوب. هاي مقارنة حلوة ولطيفة، يعني ممكن تجيني، انا من تجيني ما ارسم، انا بس راح اقل هنا عندي لايت سورس، عندي كوندنسر لينس بالتسلسل لازم احفظهن، عندي سبيسمان، عندي اوبجكتيف لينس، وعندي اي بيس. اهم شيء اقول له انه الايمج اشوفها بعيني، بينما بالترانزميشن بالالكترون مايكروسكوب اقول له عندي الكترون سورس، عندي كوندنسر لينس، عندي سبيسمان، وعندي ايضا ورا السبيسمان ما عندي اوبجكتيف لينس. ليش الاوبجكتيف لينس شنو فائدتها؟ فائدتها تسوي ماجنيفيكيشن للاشعه حتى انا اشوف. هنا انا بالالكترون مايكروسكوب ما احتاج، ليش؟ لان مو انا اللي راح اشوف، راح تطلع الصوره على الكمبيوتر. ايضا كوندنسر لينس وبروجكشن للاشعه، ومهم تقول الايمج اشوفها على شاشه كمبيوتر او فلوريسنت سكان، واذا كان سكانينج الكترون مايكروسكوب اشوفها 3D. هاي الصور اللي طلعت لي بالتايبس اوف مايكروسكوب، كل تايب وصوره مالته. النوع الاخير من مايكروسكوب من المجهر هو الفلوريسنت. هذا is a widely used and very sensitive method for studying the intracellular distribution of molecules. هذا المهمة مالته شنية؟ ما يشوف لي الهول سيل، لا أشوف ال intercellular distribution of molecules، أشوف المولكيولز مال السيل، العضيات الخلوية. الفلور هنا يستخدم لي صبغة، يستخدم صبغة هاي الدايز فلوريسنت دايز. هاي شنو؟ يخليها على المايكرو أورغانيزمز. هاي الصبغة تمتص اللايتس المنبعث بطول موجي معين، وتعكسه بطول موجي آخر يختلف عن الطول الموجي اللي امتصته به. من خلالها راح أشوف الصورة، راح أشوف الصورة. لذا من خلال هاي الصورة أنا راح أشوف الانترسيلولار ديستريبيوشن للبروتينز اللي ممكن كان بي ديتيرمايند. مهم انه هنا اشوف الانتر سيلولار ديستريبيوشن اوف مولكيول بالفلوريسنت مايكروسكوب. سب سيلولار فراكشن، هسه قلنا حكينا على المايكروسكوب، قسمناه ثلاث انواع، حكينا كل نوع خلصنا منه. نجي التولز الثانيه بالسيل بايولوجي اللي هي سب سيلولار فراكشن. شنو السب سيلولار فراكشن؟ السب سيلولار فراكشن ما تعرفونه، يعني هسه تقول شنو السب سيلولار فراكشن؟ السب سيلولار فراكشن هو انه اني اجيب الخليه. المايكروسكوب الوحده not sufficient to define the function of virus components of eukaryotic cells، لذلك اني استخدم السب سيلولار فراكشن. السب سيلولار فراكشن شنو؟ هاي الخليه اجيبها اخليها بفد سامبلز عينه. هاي العينه بفد انبوب هاي او يعني حاضن، اخلي بها الخليه. هاي الخليه اعرضها الى اسوي لها سنترفيجيشن. شنو سنترفيجيشن؟ احركها في سرعه معينه، راح تنتشر الخلية وتنفصل مكوناتها عن بعض، يعني مثل سويت لها تشريح داخلي، راح تنتشر مكوناتها عن بعض. فمن راح تنتشر مكونات راح انه اخذت الخلية اني، هاي الخلية وين خليتها؟ امر بسلسلة من يعني من الخطوات. اول خطوة
انه بالسبسيلولار فراكشن، هسه انا عرفت شنو السبسيلولار فراكشن، مثل اسوي تشريح داخلي للخليه واعرضها الى سرعه معينه راح تنفصل مكونات الخليه، راح اقدر اشوفها كل وحده الوحد. هاي بصوره عامه بالخطوات على شكل خطوات شنو اللي راح يصير. اللي راح يصير انه اولا the first step in subcellular fraction is distribution of the plasma membrane under a condition that do not destroy the internal components of the cell. سو انتشار البلازما ممبرين، يعني افصل البلازما ممبرين بدون ما اسوي تحطيم للمكونات للعضيات الخلويه. شلون هاي شلون افصلهن عن بعض، يعني افصل العضيات عن بعض بدون ما اسوي ديستروينج الهن، اعرضهن الى سونيكيشن، يعني شنو هاي فريكوانسي ساوند، صوت كلش عالي، العفو صوت كلش الفريكوانسي مالته عالي. بعدين اخليهن بخلاط هوموجينايزر، بعدين فعرضهن اسوي لهن سنترفيجيشن اللي هو شنو، اخليهن بانبوبة واخليه الجهاز، هذا الجهاز يدور بسرعة كلش عالية. هاي السرعة على اساس هاي السرعة اللي يدور بيها الجهاز، مثلا الجهاز يدور بسرعة فد كذا الف، راح مثل يطلع لي بقاع الانبوبة ميتوكوندريا، ازود السرعة مثلا او اقلل السرعة راح يطلع لي النيوكلياي، ازود السرعة او اقلل السرعة مثلا، كل سرعة معينة راح اشوف بها مادة معينة، هي هاي السنترفيجيشن. كل هاي الكونسيكونس من الخطوات، كل هاي السيكونس من الخطوات هذا السبسيلولار فراكشن. All these procedures break the plasma membrane، تكسر للبلازما ممبرين والاندوبلازميك ريتيكولم وشبكة الاندوبلازمية الى قطع صغيرة حتى اقدر اشوف المكونات الخلية، النيوكلياي، اللايزوزومز، ميتوكوندريا، الكلوروبلاست، ولكن اشوفها انتاكت، تحافظ عليها انتاكت. هاي الكومبوننتس اوف سيل ار سيبريتد وذين ا هاي بيوريتي باي دنسيتي جريدينت سنترفيوج سنترفيجيشن. عرفنا شنو السنترفيجيشن، كلش مهمه تعرف شنو السنترفيجيشن، اعرض الماده الى سرعه كلش عاليه او اخليها تدور بسرعة كلش قوية حتى أسوي separation للمواد. اللي من يقول لي شنو هي عرف لي إياها، أقله separation of the cell organelles by high speed. تمام خلصنا من ال سبسيلولار فراكشن. شنو فائدته؟ شفت العضيات الخلوية كل وحدة لحالها، شفت وظيفتها، شفت حجمها، شفت مكوناتها. هسا أجي أدرس الأوتو راديوغراف. الأوتو راديوغرافي هو شنو؟ تولز أخرى من التولز اللي نستخدمها بالسيل بيولوجي، another techniques يعني observation. هنا نشوف intercellular organelles components. أهم شيء بهاي التكنيكس إنه أشوف الرياكشنز داخل الخلية، التفاعلات اللي تصير داخل الخلية. هنا شنو؟ أجيب الخلية، أخليها أجيب راديو أكتيف موليكيولز، مادة نشطة إشعاعياً، أسوي إنكوبيشن بيناتهن، يعني أدمجهن، خلي وحدة تحتضن الثانية، صار عندي هذا الكومبلكس. هذا الكومبلكس أني من خلال الانبعاث الإشعاعي للراديو أكتف الايزوتوب، المادة الأكتف، المادة الراديو أكتف، راح أقدر أشوف الرياكشن اللي تصير داخل الخلية، الانبعاث الإلكتروني، الجين كونسيكونس. مثلا عندي البايراميدين او الثيامين اللي موجود بالدي ان اي وما موجود بالار ان اي، سو انكوربوريتد اوف ثيامين انتو سيل انديكيت سبيشالي ذات دي ان اي سينثيسيس از اكرينج.
يعني من أنا خليت هاي المادة دمجتهم مع بعضها وطلع لي DNA بالخلية، معناها إنه طلع لي ثايمين بالخلية من خلال انبعاثات، معناها هاي إنه DNA. ليش؟ لأن RNA ما بي ثايم. هاي عملية السنترفيجيشن اللي شفناها هنا إنه الخلاط، عملية الخلط اللي تمت هنا، عملية السنترفيوج اللي صارت، وهنا الأورغانيلز انفصلت، شفت مثل ميتوكوندريا هنا عرضتها، سويت سنترفيوج آخر بسرعة مختلفة عن السرعة الأولى، شفت مولكيولز أخرى، شفت مولكيولز أخرى، وهنا عرضتها إلى سنترفيوج، شفت مولكيولز أخرى أيضا. قلنا كل ما اختلفت سرعة وزادت بالسنترفيوج كل ما حصلت على مواد أخرى. هنا الدنسيتي جريدينت حسب كثافة المادة بسوي سنترفيوج وتنفصل المواد مع بعض. التقنية التكنيك الرابعة هي الجروث أوف أنيمال سيل إن كلتشر. أجيب الانيمال سيل الخلية، أخليها بفد حاضن وسط ملائم نموها، وأراقب عملية نمو هاي الخلية بهذا الوسط. The ability to study cell depend on largely on how radially they can be grow، شون تنمو، وأعالجها مختبريا يعني بالمختبر، صار خلل أعالجها من يم بالمختبر، أنطي محفزات للنمو، أوفر لها بيئة من رطوبة، درجة حرارة، كل مناخ مناسب، مواد تغذية بهذا الوسط حتى تنمو. هذه العملية تقنيا هي كلش صعبة، أصعب من الكالتشر أوف بكتيريا والفطريات الموجودة. يعني فتقنية أذني التقنيات اللي حكيناها، يعني مثل الجروث اوف انيمال سيل كلتشر والاوتو راديوغراف، أني نستخدم هنا اكثر شيء بالريسيرش بعملية الابحاث، يعني مو كلش مفيدة ان كميديكالي، يعني كعملية تعرف على الاورغانيزمز او علاجه او هاي الامور، هاي عملية الكلتشر. مهمة إلي عملية الكلتشر إنه أعرف السنسيتيفيتي حتى من أنطي أنتيبايوتكس، يعني أنطي علاج، يعني أنا أزرعها وأنطيها علاج أشوفها ماتت، يعني أخذها من مثل شخص مصاب بفيد بكتيريا معينة، أخذ عينة من هذا الشخص أزرعها، نمت هاي البكتيريا، أنطيها فد أنتيبايوتك كتلها، أنا أعرف إنه هذا الأنتيبايوتك يقضى على هاي البكتيريا، فأستخدم هذا الأنتيبايوتك حتى أعالج الشخص. الفيروسات تعرفوها، يعني ما يحتاج نحكي عنها. الفيروسات هي intercellular parasites، ما تقدر تنمو وتعيش خارج جسم الكائن الحي، لا تقدر تعيش، لا تقدر تتكاثر، تتكاثر وتعيش من خلال جسم الكائن الحي، تستغله كمستعمرة وتعيش به. اكو فيروسات الجينومك نيوكليك مالت نيوكليك اسيد، الجينومك نيوكليك اسيد مالتها اما DNA او RNA، محاط ببروتين كوت واكو ما محاط ببروتين كوت. مهمة كلش الفيروسات بالبيولوجي، وهي ايضا لان الريبليكيشن مالتها يعتمد على الميتابوليزم، عملية الايض اللي تصير بالانفكتد سيل، لذلك الفيروسات تكون يعني فد شيء كلش فوندمنتال اسبكت. عندي شلون استخدم الفيروسات بطريقة علاجية؟ عندي البكتيريوفيج. البكتيريوفيج شنو؟ فيروسز احقنا بداخل البكتيريا، واشوف عملية النمو التكاثر اللي تصير، ومن خلال هذا القضاء على هذا الفيروس راح اقضى على البكتيريا. هذا البكتيريوفيج، هذا البكتيريوفيج اللي هو simplified study of bacterial genetics. أعرف على المادة الجينية للبكتيريا، أعرف المادة الجينية للبكتيريا. ال
يعني انه شلون يعني شلون تتم هاي العملية؟ انا اخلي فيروس حقنا بالبكتيريا، هذا الفيروس راح ينمو يتكاثر، من راح ينمو يتكاثر راح اعرف على التركيب الخلوي، العفو التركيب الجيني لهاي البكتيريا، ومن خلال هذه اقدر اقضى عليها. وهاي صورة الموضح بالصورة، البكتيريوفيج كلش مهم. البكتيريوفيج it is particular noteworth that infects by some animal viruses rather than killing the host cell converts animal cell into a cancer cell. تمام. عندي الفيروس كانسر، الفيروس أنت كانسر، عندي بعض الفيروسات هي تكون مسؤولة عن الكانسر مثل إبشتان بار فيروس، البابلوما فيروس وغيرها، والتي سيل لنفوسايد فيروس، هاي فيروسات هي تسوي لي كانسر. البوليميريز جير رياكشن في التقنية كلش مهمة وتفيدني بعمليات التشخيص. شلون تتم هاي العملية؟ هي تقنية علمية كلش، انه المولكولار بيولوجي، بالمولكولار بيولوجي يصير امبليفيكيشن الى السنجلز او فيو كوبيز من الدي ان اي، هاي الدي ان اي يسوي امبليفيكيشن الى خلال سيفرال اوردر اوف ماجنيتيود، واقدر اشوفه واشوف الدي ان اي كونسيكونس، ومن خلالها اقدر اتعرف عليه، فأقدر أتعرف على هذا الكائن اللي هو البكتيريا، الفيروس، الباراسايت وإلى آخره، وأقدر أساهم بعلاجه. شباب، لهنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله استفاديتوا منها. دمتم بخير وصحة وسلامة، نلتقيكم محاضرة أخرى.